سلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. مبروك عواشركم بصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي وطوله العمر. اليوم غادي نشارك معكم الدجاج ديال المناسبات مع الطباخه ديالنا الماهره مع الاسرار ديالها. المهم فرجه ممتعه، بقاو مع الفيديو حتى الاخر تشوفوا الاسرار ديال الدجاج. وتبارك الله عليكم وكنشكركم بزاف 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 بزاف. صح، المهم دابا كيغسلوا الدجاج غير بالملحه والسكينجبير، هما اللي دايرين هنايا الملحه والسكينجبير باش كيتحك كيتفرك الدجاج هو الاول. تفريكه واش من تفريكه عادي يدوزوا له الله ما غيناد ان شاء الله. المهم انتم غتشوفوا معايا كلشي. كي كتشوفوا هذا غير سكينجبير ها هو والملحه، صافي هما اللي دايرين في هذا الخليط هذا باش كي يفركوه مزيان باش كتحيد ليه ديك الشحمه وداك الوساخ. ها انتم شتي كي كاين، ها انتم باش يتغسل يتفرك بعدا بهذا الشيء عاد ان شاء الله ندوزو للمراحل. ها هي المهم دابا هنا دابا غادي تغسلهم من بعد ما كملتهم في التفراك ديال السكينجبير والملحه. هنا دابا غادي تغسلهم، راكم عارفين دابا هنا غتغسلهم مزيان مزيان. هانتوما كي كتشوفوا دابا غادي تغسل الدجاج، وهنا خلاص الكبادي ديال الدغميره. راكم عارفين الاهم حاجه في الدجاج كامل هو الدغميره. الدغميره كنحماق على الدغميره. شكون اللي بحالي اللي كتبها في لي كومونتير؟ المهم هنا دابا غادي تغسل الدجاج مزيان مزيان تفركو. دابا غتغسل الدجاج بهذه الطريقه ومن بعد عاد غادي دير ليه لا ماريناد ديال الحامض والسودانيه. المهم بقاو معايا حتى تشوفوا المراحل. صافي دابا هنا كتقطع الحامض بقشورو، ها انتوما شوفوا ها هو بقشورو، وريه لهم عافاكي القشرة هاكاك بالقشرة ديالو. ها انتوما بالقشرة ديالو غديرو في الكاس ديال العصير غنطحنوه. المهم بقاو معايا حتى تشوفوا هاد المراحل هادو. غتبقى بهذا الشكل هذا حتى تكمل هذا الحامض هذا ونرجع لكم. يلا يعني. ها انتم كي كتشوفوا كتخوي داك الحامض اللي عسرات بقشورو على سكينجبير والملحه، وغادي تزيد دير عاود هادو تزيدي غتزيد عاود على الطحن. كدير الخل ها هو غدير السودانية. دابا هاد لاماغيناد هاد الترقيدة هادي هي اللي كتقاد الدجاج كيجي بنين.
ها هي السودانية، مش الفرس. لا طلعت شوية الكاميرا. ها صافي راه طلعت وهبطت تحيد ديك القطعة. دابا الفرس كدير هنايا واحد المقدار ديال الفرس، المهم عينك ميزانك، حنا ما كنحسبوش بالمعالق. الطباخه راه كتعرف شنو كدير. كيبان فن اجيتي في اسم. هانتوما دابا كتخلط المراحل كامله، كتخلطهم وغادي تهز عاوتاني هاد المقادير هادو ديال الماغينات، تحك بهم عاوتاني الدجاج باش كيجي بنين بنين بنين، ما تشبعوش منه. مابغاتش المونينك معك هنا. دابا غادي تزيد شويه ديال الملحه باش عاود تحك به الدجاج. هانتوما كيف كتشوفوا دابا كي كتشوفوا كدير ديك لا ماغينات دابا الدجاج اللي فيها الحامض، كتهلا فيهم كي كتشوفوا، كتهلا في الدجاج دابا، كدير ليها كدهنوا. دارت الحامض والفورس وواحد السودانيه وبقية الملحه والخل، دابا هي دابا كدهنهم، عاد عاوتاني تغسلهم. الدجاج كيبغي هانتوما كي كتشوفوا تهلا فيهم، دهنهم مزيان. دابا هانتوما هذاك الشيء اللي كدير له، دابا هي الطباخه كتقطع البصله. ها هانتوما كي كتشوفوا كتقطع البصله، راه غتكملها عاد غندوزو للمراحل الاخرى ان شاء الله. دابا كتقطع البصله بهذه الطريقه هذه، هانتوما كي كتشوفوا كتشلط البصله صافي، تقطع هذه الكميه هذه وديك الساعه وتشوفوا العطريه اللي غدير وتشوفوا كل شيء. والثومه بالنسبه للثومه حتى هي كديرها في الماء وكتقطعها باش تحنها، ها هي. وبقاو معنا تتشوفوا المراحل كامله ان شاء الله بحول الله. المهم بالنسبه للثومه كديرها في الماء باش تحيد لها القشره، فيه ساعه كترطبها. ها انتما كي كتشوفوا ها هي غتقول لكم شنو كدير. ثومه وشويه ديال البصله في الكاس ديال المولينيكس ديال هي باش نطحن هذا الشيء. ها هي وكدير كنور ديال الزعفران معاهم باش تطحنهم صافي. هادشي اللي غديري فيه صافي، هادشي وكنور ديال الدجاج صافي. المهم غنطحن هادشي ونعاود نرجع لكم. وبالنسبه للبصله ها هي كتشلطها تتكملها وغنوريكم العطريه اللي غدير. نتوما كي كتشوفوا دارت داكشي اللي عصرات في هذا البصله والثومه والزعفران دارتهم دابا، وهي غتزيد لهم العطريه. هادي قلاوه بسبيسه غتزيد دابا الكركم ولا الخرقوم البلدي، هي كدير بيديها كتعرف عينها ميزانها. سكينجبير شويه ديال البزار
شويه ديال السودانيه العطريه تاع الدجاج راه كتباع موجوده العطريه ديال الدجاج كي كتشوفوا درت غير شويه لان غير التنسين باش كتعطي داك النسمه ديالها وصافي عصات موسى ورقه سيدنا موسى حتى هي طحنتها ودرت منها غير واحد شويه تقريبا شي تقريبا معلقه صغيره ديال القهوه على حساب داك القياس ديال الدجاج وبالنسبه لهذا الخرقوم هذا اللي كتحل دابا راه اوبليجي دار على حساب الدجاج باش يجي محمر ويجي اللون ديالو غير في المناسبات وصافي هما في الكوزينه ديال كل واحد راه ما يديروش ما يستعملوش بحال دابا انا في كوزينتي ما كنستعملوش ها هو دابا غادي ديرو بالنسبه للناس اللي غايقولوا لا هذه هذا ضروري في المناسبات كيكون بالنسبه لذاك اللون كيسولوا الناس وداكشي على حساب داك اللون ديال الدجاج ملي كياخذوا هاد الطبخه ديالنا تعطينا ملي تياخذ داك اللون فاش يكون حمار وذهبي واش من هاد الخرقوم هذا ولا هكاك والزعفران المهم دابا غادي تزيد اشنو هذاك القزبر حبوب مطحون ها هو حتى هو زاد على حساب داكشي هي كتعرف القياس وغتزيد دابا السمن وهي كدير بيديها بالنسبه اللي غايقول لا علاش باليد ولا شي حاجه حنا تقليديين كنخدموا بيدينا حنا ما عندناش المعلقه ولا خصك اليد هي اللي كتبرد لك الخاطر باش كديري مزيان الدجاج تخلي ليه ديك العطريه وداكشي انا من يجيك السمن باش الحامض ها زوين داك الحامض كيبقى الحامض اللي كيصوب الدجاج بالنسبه ديال هكشي ديال طربات ديال الدجاج ديالها هكا ها انتما وكنديها وتانيها ها انتما كيف كتسمعوا شتي كي دارت ليه شتي كي دارت ليه مزيان ها هي غتعاود لكم وحده اخرى ها هي ها انتما صافي كتكتفهم المهم راه زاد السمن ها هو كي كيبان لكم السمن درت غير واحد شويه بلاتي قال لك عاد غتزيد غنزيد الزيت البلديه ونزيد السمن ونزيد الكلور المهم تبقى بحال هكا حتى تكمل كلشي ونعاودو نرجعو لكم شوفوا زدت ليه الماء بالنسبه للملحه راه ما درناهاش البنات راه الملحه ممنوع في الدجاج مغسول بالملحه ومحمض راكم عارفين صافي المهم الملحه ما درناهاش وما ديروهاش ها هو دابا زدت ليه الماء غادي تركبوه ان شاء الله يطيب فهذا وديك الساعه تشوفوا المراحل كامله ان شاء الله ها انتما كي كتشوفوا راه حيداتو دابا غادي تحيد الدجاج وعاد غادي تغمر التغميره شوفوا الدجاج كي داير تبارك الله ومازال عاد فيه المرقه وشوف كي كيبان المهم دابا غادي تحيدو ان شاء الله ونطلق ها انتما دابا كدير ليها الزبده تشحرها بالزبده حتى كتشحر مزيان
عاد غتزيد ليها المرق ديال الدجاج من هذا المرق ديال الدجاج اللي غادي تزيد هنا في البصله كنزيد عليه العطريه حتى حاجه غير ها انتما كتسمعوا صافي ها انتما كي كتشوفوا بالنسبه للقلصه والكبده ها هي كتقطعهم دابا هكا من بعد ما تسلقوا مع الحامض المصير والحامض الاخر وشد الهريسه وقيله مليحه والعصير ديال الحامض صافي هادشي درتي فيهم ها هي دابا كتقطعهم هكا صافي من بعد ما تكملهم في القطيع ونرجعوا تشوفوا اش غادير ليهم يلا بقاو معنا ما تمشيوش ها انتما كتشوفوا بالنسبه للدجاج ها هي غتزيد ليه دابا السمن انتي وريهم عفاك فاطمه السمن ها هي كتزيد ليه السمن والزيت البلدية تاعي كتزيدها وكتزيد كنور ديال الدجاج هاد هاي صافي هاي دابا زدت هادشي صافي دابا يبقى هكا دابا حتى تبغي تحيد الدجاج ان شاء الله وبقاو معنا حتى تشوفوا ها انتما كي كتشوفوا راه شحرات دابا البصله كتشحرها شحرها دابا غير في ديك الزبده مزيان مزيان وعاد غتزيدي ليها المرقه من داك الدجاج هاي صافي الله اكبر وبالنسبه للمرقه ديال الطعام ها هي عاد كتخلي دابا دابا ها نتوما دابا كتشوفوا قولي لهم شنو كديري في البصلة اي غير المرقبة في الدجاج والكبدة والقلصة فوقاش ديريها هكذاك واخا علاش كتصفيها البنات باش الا كانت شي حاجه ديال ديال القزبر المعدنوس ولا ديال شي حاجه البصله ولا شي حاجه قعقله وسيبيسه ولا راكم عارفين هو داك الشيء تاع الدجاج ماشي باش كتصفيها ضروري خصنا نصفي المرقه على الطعام خلاص ها هو صافي راه كمل والخضره ديالو درتها تفور راه درتها تفور صافي هذا خلاص درت فيه قطر هنايا عاد غتحيد عاوتاني هذا كاين شي حاجه كنديرها في الشوكات تيقطر عاد كنرطها فوق الطبله صافي باش ما يقطر في النار ودابا هذيك اشنو كديري لها غتبقي معاها بهكاك هكاك حتى تدغمر وعاد كتزيدي الكبده و واخا باش تعطيني كبده واخا صافي ها انتم شوفوا البنات التزيين اللي كدير الهريسه في الحمض المصير ها انتم غتوريكم الطريقه كديري دابا الحمراء هي الاولى وعاد كتنقطيها بهذيك هكذاك كديري بحال الشكل ديال الورده ما نتوما شفتوها بحال الشكل ديال الورده كتجي بحال شكل الوريضه نتعاود لكم وحده اخرى كدير الحمراء هي الاولى عاد كتقطعها بداك ديك الخضره وتعاود دير ديك شويه فوق من في الوسط
ولكن هاد القطعه اللي درتي ليها هكا شو زوينه، هاد القطعه هكا زوينه اه جات فنه. هاتي نوريكم وحده، شتوها كي دايرينها نتوما. صافي غادي لها دابا ديك الحمراء في الوسط، وغتجي بحال الورده. صافي شوفوا كره، صافي ها انتم شوفوا الدغميره كي جات. كتبدا كدير لها الدغميره وكا كيتبدا كتبدا كدير هاكا هي دابا كتبدا صافي الدغبرات. صافي وها هي راه بدات تفات. ها انتم دابا اشنو غديري؟ غنديرها الكشاوش دابا. صافي فيهم الكبده والقلصه، المهم كلشي داك المسائل عافاش تغمري هاني معاهم. وكنزيد ليه الزيت هكا، ماشي زيت البلديه، زيت الاخرى باش دابا كنتي بها كل هاد التاتو كيف حال هاد اليوم هاكاك. صافي واخا واخا صافي، المهم غتبقي عليها بحال هكاك حتى تدغمر وندوزو ان شاء الله يشوفوها صافي ان شاء الله المشاهدين ان شاء الله. المهم دابا هما كيحطوا دقتها ما نقول لكمش باش شهيتكم طلعت فنه فنه فنه. تهزي هذاك يا فاطمه، تهزي هذاك جات ديكور واعر. هاد التغميره دابا كتحطها واو تبارك الله. صافي صافي.